مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة هذا المساء من مدارات محلية. في حلقة اليوم، قناة الجزيرة تطلق مهرجانها الدولي الثاني للإنتاج التلفزيوني، وعنه سيحدثنا السادة قحطان عبد الله القحطاني والمخرج السينمائي بسام الذوادي من البحرين الشقيقة. في فقرة معالم سي لاين، يعتبر معلم سياحي يشكل وجهة للاستجمام والراحة في قطر. وفي فقرة صحافة، سنلقي الضوء على تحقيق الراية الخاص بضبط تاجر تأشيرات متلبسا بقلم محمد عبد المقصود. وسننقل إن أسعفنا الوقت جانبا من مهرجان الدوحة الثقافي الخامس على الهواء مباشرة. وفي الحلقة طبعا أخبار وموضوعات أخرى، فأهلا بكم جميعا. ولإلقاء المزيد من الضوء على أهمية مهرجان الجزيرة الدولي الثاني للإنتاج التلفزيوني، معنا في الاستوديو الفنان قحطان عبد الله القحطاني من أو مدير إنتاج، وهو مدير استديوهات دانا للإنتاج الفني في البحرين، والمخرج السينمائي بسام الذوادي، وكلاهما كما ذكرت من مملكة البحرين الشقيقة. مية هلا بكم. يا هلا. هل مشاركين بالمهرجان بشيء؟ أنا عندي محاضرة بكرة الساعة 4 عن صناعة السينما في الخليج العربي. والأستاذ قحطان أظن بعده. وأنا الحقيقة طبعا نحب نشكر قناة الجزيرة اللي دعتنا لمهرجانها الثاني، وأنا الحقيقة مشارك باسم المؤسسة، مؤسسة دانا فيلم ستوديو، بستاند في سوق المهرجان. نعم، لو أخذنا تقييم سريع من كل واحد منكم عن المهرجان. والله الحقيقة تشوفي، إقامة مثل هاي المهرجانات يعني هي في حد ذات مكسب لمنطقتنا في الخليج. نستضيف فيها عدد كبير من المفكرين والمبدعين من مختلف الأنحاء. هذا يسهم بحد ذاته في أن يتعرف هؤلاء الزائرين على ثقافاتنا وعلى مستوى الأعمال الفنية اللي نقدمها من خلال التلفزيونات والمحطات، وأيضا في نفس الوقت احنا نكتسب أيضا وجودهم معنا هنا على أساس يتعرفون أيضا على مستوانا وعلى ثقافات نحن نتعرف عليهم أيضا، ويصير نوع من التمازج طبعا. نعم، هو بالنتيجة لازم يتحقق الهدف من المهرجان، وهو هدف التواصل بين الثقافات والحضارات. المهرجان فيه مفاهيم ورؤى راقية إنسانية بديعة، يعني أحد المخرجين اليابانيين وصل من خلال عمله إلى نتيجة أن الابتسامة ممكن تصل إلى السلام، أو هي توصل أو تصل الطريق إلى السلام. هل تعتقدون أنه عملية كشف الإنسان المظلوم المقهور من خلال الكم الهائل هذا من الأعمال القصيرة والطويلة، قسم منها كانت بالمهرجان، يعني قادر على أن يخلق قرار لصالح هذا الإنسان؟ أستاذ بسام. يعني أنا من رأيي أن السينما عموما بشكل عام هي طريقة لتوصيل هدف، أنت تريدين توصلين لهدف، فمهما كان كمية الأفلام اللي صارت، في الأخير في عندنا هدف من خلاله. أعتقد أن هذه الأفلام راح توصل إلى شيء. يعني أنا شفت مثلا فيلم تسجيلي عن سامي الحاج مثلا، الجزيرة عملته، من بعد 5 سنين إذا ما نواصل في طرح هو هذا فكرة. السؤال بالذات يعني هو بالضبط، يعني أستاذ قحطان لو تشاركنا، يعني سامي الحاج صار له أكثر من 1500 يوم في غوانتنامو، الجزيرة يوميا تذكر اسمه ويوميا تطالب والجزيرة وسيلة إعلامية ليست كأي وسيلة، يعني وسيلة مرئية ومؤثرة، ولكن لم يحصل شيء. طبعا هو يعني طبعا مجهود كبير لتقوم فيه قناة الجزيرة في هذا الشأن، وخاصة فيما يتعلق بطبعا مراسلينها ومصورينها وغيرها، ولا نجد الحقيقة الكثير من المحطات لا تقوم بهذا الواجب. يعني أنا أحيي قناة الجزيرة لهذا الموضوع فعلا، يعني ونأمل إن شاء الله أن يلقى هذا الاهتمام التجاوب المأمول يعني من القضية. هو بس في نقطة، يعني هي أي فيلم سواء كان تسجيلي أو سواء كان روائي، بالنسبة لنا السينما أو الأفلام الوثائقية هي ذاكرة الشعوب. فسواء أنت سويت شيء أو ما تحقق شيء، في الأخير يبقى في الذاكرة
أنت قاعد تجدد الذاكرة للأجيال القادمة، للأجيال اللي بعدها، إذا أنت استمريت. نعم، إذن هي بالنتيجة عملية توثيقية، ولذلك تم التركيز والاهتمام الكبير بالفيلم الوثائقي أو الفيلم التسجيلي، خصوصا في مهرجان الجزيرة التلفزيوني. حضرتك أستاذ قحطان كمنتج، وأكيد يعني إذا ما أنتجتم فلديكم في النية إنتاج أفلام من هذا النوع، ما هي مشكلة الفيلم الوثائقي؟ هل هي ثقافة المشاهدة؟ هل هي الربحية القليلة التي يأتي بها؟ وإلا ماذا؟ والله أنت أشرتي الإجابة الصحيحة عندك اللي قلتيها طبعا. نعم. هو طبعا دائما الفيلم الوثائقي تكلفته مرتفعة، خاصة الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن مسائل بيئية أو مسائل فيها مواقع طبيعية وغيرها، تكون دائما مكلفة، يعني خاصة في إنجازها، في كتابة السيناريو لها، في كتابة السكريبت لها، ولا تلقى بالتالي المردود المادي لبعد تسويقها. يعني الواحد لما بينتج أعمال درامية، أعمال عفوا وثائقية، لازم ينتج أكثر من عمل وثائقي على أساس في النهاية يأخذ مجموع كل هذه الأعمال ويسوقها، على الأقل راح يكون فيها مردود مادي. احنا ينقصنا فعلا في منطقة الخليج هني، واعتقد في المنطقة العربية بشكل عام، يعني وجود فعلا حركة لإنتاج برامج تسجيلية أو وثائقية في المناطق، مع أن يعني بلداننا العربية زاخرة بأشياء كثيرة وموضوعات كثيرة بيئية وطبيعية تراثية حضارية تاريخية موجودة عندنا، ويجب أن توثق وتسجل. أنا أذكر من فترة طويلة يعني طرح موضوع في جامعة الدول العربية عن طريق اتحاد إذاعة الدول العربية بإنتاج سلسلة بعنوان الحضارة العربية والإسلامية في الدول العربية. صار هناك كثير من التلكؤ وتأجل المشروع إلى أكثر من 15 سنة. طيب يجب أن يعني لأنه التكلفة هائلة، التكلفة مرتفعة. فيعني نطلب وكمنتجين أيضا أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في هذا الموضوع، أن يساهم على الأقل في هذه، لأنه في النهاية التوثيق ويعني خلق الثقافة من خلال الأفلام الوثائقية وإيجادها على السطح للتداول في المحطات وغيرها هو الذي سيبقى. نعم، ماذا عن ثقافة المشاهدة؟ يعني إذا افترضنا أنه انتهينا من مشكلة التمويل والتكلفة وعدم الربحية في هذه الأفلام القصيرة التي توثق لموضوعات مهمة جدا، هل تعتقد أنه جمهورنا لديه ثقافة مشاهدة هذا النوع من الأعمال؟ إذا تسمح لي بس في نقطة، هي قبل أن احنا نثقف الجمهور أو حتى قضية أن الجمهور يشوف، هي المحطات لا تشتري. محطات التلفزيونية الحكومية بالذات، الفيلم الوثائقي هو مدته 20 دقيقة أو 10 دقائق أو 10، ما له مكان. لا توجد هناك حتى أقسام للأفلام التسجيلية، لا يوجد هناك حتى يعني لا توجد هيكلة لدعم هذا الفيلم. قبل لماذا تعتقد؟ لأنه ما في هناك اهتمام بهذا الجانب تماما كفيلم تسجيلي. يعني هل هو عدم وعي منهم بأهمية هذا العمل؟ صار حتى الفيلم السياحي اللي يسمونه تسجيلي، فيلم ترويجي يسمى تسجيلي. يعني أصبح المفهوم خاطئ للفيلم التسجيلي، اختلطت الأول. اليوم لما تسوين أنت فيلم تسجيلي بسيط مدته 20 دقيقة مثلا عن منطقة معينة، هل تعتقدين أن التلفزيونات راح تتهافت؟ عندها 24 ساعة تبث، وتريد مسلسلات مدة 30 حلقة، تريد برامج مدة ساعة، تريد 10 دقائق، ذي ليش وين تدعمها؟ ما هذا ممكن يأخذنا إلى نفس السؤال اللي طرحته على حضرتك، والمقولة القديمة اللي يعني روجوا لها بعض الناس وأطلقت حقيقة من مصر الشقيقة، الجمهور عايز كده. لا، أنا أعتقد أن الجمهور حاليا لديه وعي كبير ويفرق بين السيء وبين الجيد، وأعتقد أن أفلام البرامج الوثائقية لها مشاهدين كثيرين، والدليل على ذلك وجود قنوات مثل ديسكفري والناشنال جيوغرافي، وهناك مرغوبة جدا حقيقة، في مشاهدة كبيرة والناس تستمتع فيها ويتمنون أن تكون هذه البرامج التي تعرض على هاتين القناتين مترجمة. أعتقد بعضها مترجم ولكن بعضها الآخر وعديد منها غير مترجم، ففي طلب عليها، ولا أدري إلى متى تظل أن لا يوجد هناك بنية تحتية لتداول مثل هذه البرامج في محطات العربية. ذكرت وشخصت حضرتك واحدة من المشاكل لعدم إنتاج هذا النوع من الأفلام أو الأعمال التلفزيونية هو التكلفة.
التكلفة أيضا قد تكون هم من هموم السينما التي ستتحدثون عنها غدا في ندوتكم. هل تعتقد أنه فعلا المشكلة هي مشكلة مال في المنطقة؟ لا، احنا في السابق اعتقدنا هذا الموضوع، بس اليوم احنا نعتقد أن القضية ليست قضية تكلفة، قضية هناك في خلل، في حد مسؤول عنه، مسؤول عن هذا الخلل. القضية أساسا يعني أنا مخرج سينمائي و الأستاذ قحطان ممثل وفلان مخرج، لكن ما سمعتنا في هناك مصور سينمائي، ما سمعتنا في هناك كاتب سيناريو سينمائي، مونتير سينمائي، مو موجودين هاي العناصر. السينما كلها غير موجودة، غير متوفرة، بسبب أنه لم يبنى يعني البنية التحتية فعلا غير متوفرة. هاي أساس، يعني لو توفرت الفلوس تضطر تجيب من برا عشان الناس تشتغل. فالقضية عندنا أساسا هي بنية تحتية. نعم. وهذا اللي كنا نطالب بطول. يعني هل تعتقد أنه عملية مناقشة هذا النوع من الهموم التي هي ليست بالجديدة، يعني هموم تأصلت وتخضرمت؟ يعني أنا أذكر يعني طالما استضفنا ناس وتحدثنا عن هذه المواضيع ودائما يقولون نفس الشيء. هل تعتقد أنه مناقشة هذه الهموم سيأتي بالحل مثلا؟ لا، هو مش يأتي بالحل، هو مثل ما قلنا الذاكرة هو موجودة، لازم تخليها دائما موجودة إذا كانت تهمك. هاي رقم واحد. رقم اثنين، أيضا لنا تجارب مختلفة الآخرين ممكن يستفيدون منها الآن. يعني الآن احنا في البحرين بصدد تأسيس شركة فقط للإنتاج السينمائي، سواء كان ديكومنتري أو أفلام روائية، كونوها القطاع الخاص بشكل بمجهودات فردية. القطاع الخاص يعني وعى لهذا الموضوع، والآن في طور تأسيس هذه الشركة. نتمنى أن هذه الشركة يتأسس مثلها، أو أنها تتطور وتغطي حتى الخليج. عندنا الفنان قحطان، يعني لمن نتوجه، لمن نتحدث، لمن نشتكي، من يعني من الذي سيستجيب؟ احنا شبعنا حدد يعني يا ريت نحدد. يعني هل نحن نتحدث عن الدولة؟ هل نحن نتحدث عن القطاع الخاص؟ هل نحن نتحدث عن اشخاص متمكنين؟ هل نحن نتحدث عن استراتيجية غائبة ام كل ماذا؟ كل من ذكرتيهم وكل ما ذكرتيهم، لان انا اعتقد انه الصنعة السينمائية، الصناعة السينمائية او العمل التلفزيوني او الخلق الإبداعي بشكل عام، سواء في السينما والتلفزيون أو المسرح أو حتى على مستوى الموسيقى والفن التشكيلي ومختلف أنواع الفنون الإبداعية، يجب أن تكون هذه الفنون جزء من ثقافة الشعوب نفسها، جزء من ثقافة شعوبنا إحنا. يعني مثل أوروبا، يعني الإنسان الأوروبي يوميا يروح يتعامل مع هذه الفعاليات، يعيش هذه الفعاليات سواء في الشارع، في المدرسة، في البيت، أصبحت جزء من حياته، أصبحت جزء من حياته. إحنا يجب أن تكون هذه الثقافة جزء من حياتنا، علشان كل الأطراف اللي ذكرتيها حضرتك، الجهات الرسمية والجهات الخاصة والمختلفة فئات المجتمع، يجب أن تكون عالمة بهذا الشيء. فلذلك لما تكون عندها هذه المسألة جزء من ثقافتها، راح يساهموا بالفعل في أن تكون هناك صناعة ويكون هناك خلق. قامت هاي المهرجانات الآن، مهرجان الثقافة، على مهرجان الجزيرة، على مهرجان التلفزيون. ولكن المهرجانات أستاذ بسام ليست جديدة، المهرجانات يعني منذ السبعينات ولحد الآن، والوطن العربي بكل دولة بدون استثناء تشهد الكثير من المهرجانات السنوية. أي بس استمراريتها مهمة. الاستمرارية مهمة، وعشان تعودين شيء في حياتهم. استمراريتها مهمة والمهرجانات مستمرة، ولكن الفيديو كليب هو الذي أصبح بصدارة. كيف قفز الفيديو كليب وصار بصدارة عن السينما، عن الفيلم الوثائقي، عن العمل الملتزم، عن المسرح الملتزم؟ كيف؟ طيب، هذه يعني قضية يجب مناقشتها بشكل منفصل، لأنه يعني هذه هي جزء من حياة الجيل الجديد. أنا أعتقد يعني القنوات الفضائية حاليا ركزت بشكل مباشر على الشباب. الفئة العمرية التي تشاهد التلفزيون هي من 16 إلى 35 سنة، وهؤلاء هم الذين توجه لهم القنوات الفضائية الآن برامجها، وفي الغالب هي برامج غنائية وفيديو كليب وغيره، والرسائل القصيرة وغيرها، صارت جزء. إذا متوجهين الجماعة للشباب، احنا نطمح طبعا بالإضافة لهذا، انا لا امنع هذا الشيء، بالعكس هذا الجيل من حقه ان يرى ويشاهد ما يناسبه ومناسب حماسه وطموحاته، ولكن ايضا في الجانب الآخر يجب ان نفكر ايضا
للفئات العمرية الأخرى وحتى فئات الشباب؟ لماذا لا نتوجه لهم من خلال برامج وثائقية وبرامج؟ بالعكس يمكن هم الأهم، يعني يستفيدون منها من هذا الشيء. لو نكمل هموم السينما، ما هو الهم الآخر غير المال إذا ما اعتبرناه أنه ليس هو الهم الأول أصلا؟ لا، مثل ما قلت هي القاعدة، القاعدة والبنية التحتية، البنية التحتية والتوادر المناسبة. أنت شلون الطالب بسينما وأنت لوحدك؟ لا قاعدة، لو عندكم قاعدة، يعني لو كنا احنا مثلا، تخيلي ان انت حالك المذيعة الوحيدة اللي موجودة وما في تلفزيونات وما في اي شيء، شلون الناس بتستجيب لك او شلون الحكومة بتدعمك؟ طيب، ونرجع نسأل يعني نفس السؤال، هل هو قلة وعي بدور السينما او هي عدم ثقة بين المنتج والكوادر الفنية المتوفرة بالوطن العربي؟ هي قلة اهتمام في هاي الموضوع، في امور اكبر بالنسبة لهم، في يعني السينما مثل هوليوود يعني استخدمت هذا السلاح الفتاك بتمرير الصورة النمطية للعربي، بحيث مررت من خلال هذه الصورة كل المخططات بعد أن غسلت الأدمغة. يعني احنا شخصنا على أن احنا نستاهل أو ناس من هذا. وإحنا كنا قاعدين نتكلم، وأنا دائما أقول لهم يا جماعة بدل ما نتكلم أو نحارب ميكي ماوس مثلا والت ديزني أو نحارب كذا، ليش ما نسوي أفلام ونرد؟ يعني حتى السينما المصرية بجلالة قدرها وبكثرة إنتاجها لم تفعل شيئا في هذا الموضوع. لا يوجد هناك توجه، لا توجد هناك خطة استراتيجية. إذا ما فيها استراتيجية. نعم. بالضبط. نختم باستراتيجية. يعني أنا يحزني أنه دائما لما ندخل بهذه الحوارات نصل إلى يعني طريق مسدود. بس إحنا لا والله متفائلين، يعني إحنا عندنا الأسبوع القادم راح ندخل في فيلم، وأيضا هناك في خطة الآن نحن نبتدي نحرك الأفلام. نعم. حتى من ضمن الأمور اللي طرحت أن الرد على فيلم ميونخ مثلا لسبيلبرغ الأخير، يعني أن توضع أفكار وترد على الـ هو في شيء مهم بس أحب أطرحها. طبعا أنا كشركة إنتاج قاعد أسوق حق فيلم الأخ بسام الذوادي زائر، اللي هو فيلم الثاني. أنا كله أطلبه طبعا يعني لتشجيع صناعة السينما. أطرح لك هذا كمثال، أنا خطبت أكثر من محطة خليجية عشان يعني أسوق لها الفيلم، فيلم بحريني خليجي. إذا أرادت المحطات فعلا أن تدعم هذا الفيلم، فأنا أوجه لها رسالة من الآن، إذا أردتم أن تخلقوا صناعة سينمائية خليجية على الأقل هذا الفيلم من باب التشجيع خذوه وعرضوه عندكم في يعني قنواتكم. أحسن من إعادة الأفلام اللي حفظناها مثلا. يعني طيب، أنا أشكركم جزيل الشكر وأتمنى لكم طيب الإقامة بالدوحة. الأستاذ قحطان عبد الله القحطاني، الفنان والممثل والإعلامي، والأستاذ بسام الذوادي المخرج السينمائي، كل التوفيق وشكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام، نذهب في فاصل ونكمل مدارات محلية.